هل يا كابتن بالنسبه لحراسه المرمى ممكن يبقى احمد ممكن يبقى شريف؟ هل القصه محسومه بالنسبه لحضرتك ولا يعني كل شيء وارد؟ لا هو طبعا مش هنتكلم على التشكيل دلوقتي، لكن الامور كلها متاحه. شريف جون كبير وحارس دولي ومر بفتره فيها عدم توفيق شويه، وده حصل لنا كلنا في الكوره، حصل للاعيبه الكوره كلهم، انه بيجي لك وقت بيجي لك اسبوعين ثلاثه مش موفق فيهم شويه، حصل الظروف. لكن شريف جون كبير، ايضا احمد عادل ادى بشكل كويس الفتره اللي بيلعب فيها الفتره الاخيره، او لما كان شريف كان مصاب. وعندنا كمان مصعب عمر طبعا جون كبير وجون منتخب الاولمبي، فان شاء الله يعني بالتوفيق لاي حد فيهم يلعب ان شاء الله باذن الله.